هي ورود أريد لها في عز الربيع أن تضمد جراح الفراق. محبون ودعوا الدنيا على طريق تشجيع الكاك، تأبين ومواساة وأرقام مالية علها تسكن الآلام وتداوي القلب المكلوم. كان محب للكرة ويقول موزني كان خضراء وفي المدارة خضراء رحمه الله. رحمه وسع عليه وشكر المسؤولين اللي عاونونا الله يجزيهم بخير. المكتب المسير ديال فريق دفاع سنجيل اللي زعما لبى نداء ديال الجمهور ديال فريق دفاع سنجيل دي وخصص المداخيل اللي كانت ديال المقابله اللي فاتت ديال الوداد البيضاوي. شوط اول ابيض بامتياز، دانت خلاله الكلمه الاولى والاخيره للخلفيه التكتيكيه لكلا المدربين. تناسلت محاولات النادي القنيطري لكنها اخفقت سبيل التهديف، فيما كان الدفاع الحسني الجديد قريبا من السبق برأسية المتألق أحمد شاغو. وجاء الفصل الثاني ليضع المواجهة في القمة ويعلن عن أهداف جميلة ابتدأها الضيوف بهدف للمتألق زكريا حدراف، هدف لم يعمر طويلا بعدما عادل الكف اللاعب سعيد الرواني لصالح الكاك وفرحة مكونات الفريق القنيطري. 3 دقائق فقط سيقلب البديل توفيق إجروت موازين المواجهة لصالح الكاك بهدف ثاني اهتزت له جماهير حلالة. وبعد أن ظن الجميع بأن المباراة تسير نحو فوز الكاك، اللاعب يوسف الترابي الذي قدم أداء جيدا وعن طريق الخطأ يهدي الدفاع هدف التعادل. كان أنا هدف التعادل ديال الدفاع سنجد فهو كان أنا يعني كادو بالنسبه لينا. للاسف كان انا وما كانوا لاعبين بارتياح اكثر منا لانهم كيتواجدوا في منطقه دافئه. حنا كيخصنا واحد 3 نقاط ولا مباراه ربحوا ان شاء الله ونضمنوا البقاء في القسم الوطني الاول. كنظن بان الدفاع الحسني الجديدي استمات وكنعرفوا بان حنا لعبنا 3 المقابلات في ظرف 10 ايام بخلاف الفريق ديال النادي القنيطري اللي لعب مقابله واستريح 10 ايام عاد لعب مقابله اخرى. انتهت فصول المواجهة بتعادل كان أقرب إلى المنطق، لكن البطل الحقيقي ظل جمهورا مال للقنيطرة فقط ودخل قبل الأهداف شباك الفرجة والنجومية.